تابعي إذاعة كاب راديو، مساءكم سعيد، مرحبا بكم معنا في هذا الخاص بمناسبة مولد خير الذكرى، مولد خير البرية سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. كنرحب بكم، دعوة للجميع أنكم ترافقونا من خلال الفقرات اللي اخترناها. غادي نحاولوا ما أمكن أننا نتعرفوا من خلال ضيوف وفاعلين على الطرق اللي كنحتفلوا بها بعيد المولد النبوي الشريف. فالمملكة المغربية الشريفة زاخرة بالعطاءات، زاخرة بالعادات والتقاليد. كنراهنوا على أننا نحافظوا على عاداتنا أو تقاليدنا، لأنها هي اللي كتبصمنا، هي اللي كتعطينا هاد الشحنة والطاقة الإيجابية باش يكون عنا حاضر ويكون عنا مستقبل. يجب الحفاظ على التقاليد والعادات الجميلة. فأهلا وسهلا بكم، معكم حنان عزوز وراء الميكروفون، كذلك معايا في الإخراج ديال الحلقة فاطمة الزهراء. داخل الاستوديو معنا ضيفة عزيزة على القلب اللي هي الأستاذة زكية بن علي، اللي هي فاعلة جمعوية، سيدة اللي كتعشق الموسيقى وكتعزف الموسيقى كذلك. سيدة زكية بن علي معروفة عند كل الناس ديال مدينة طنجة، سيدة اللي كتراهن على الحفاظ على التراث اللامادي لبلادنا ولمنطقة شمال ولطنجة خصوصا. للا زكية مرحبا بك معنا، عواش مبارك مسعودة وعيد مولد نبوي مبارك مسعود، شخبارك؟ لاباس على خير، لاباس كل شيء مزيان الحمد لله، بارك الله فيك. شكرا، مرحبا بك معنا، شرفتينا بالحضور لزكية. بغيت طبعا حنايا كنحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، كاين واحد المجموعه ديال الطقوس اللي كتعمل المنطقة طنجه عند الخصوصيه ديالها. مرحبا بك لزكية، تفضل. اهلا وسهلا حنان، كنتمنى تكون عند حسن الظن ديالكم. دائما لزكية تينا عند حسن الظن. واش نقول لك، البارح كانت ليله افضل من حقا. كانت طقوس زعما جميله صراحه، هي دي كانت الروعه. كيف كل عام؟ كيف كل عام تقريبا. كل عام كيكون حسن صراحة. كل مره كاين شي حاجه اللي هي جديدة. وشنو كيكون الليله زكيه؟ حنايا كنحتفلوا، حنا كنقولوا كنبشروا، يعني كندوزوا ليله ديال التبشير. الليله اللي غيصبح المولد ياك، يعني ليله من قبل. اعطيني واحد شويه المعلومات على هذه الليله. هذه الليله ماشي ديال التبشير، التبشير كيكون في الفجر، يعني حتى كيوصل الفجر الفجر عاد كيكون التبشير. اما الليله كتكون كلها بالحضاير، حضاير النبي صلى الله عليه وسلم كاملين. من بعد كيكون الحضايا ديال السادات، مثلا المعرقية حنا في طنجة، مولي عبد القادر، كاين ديال مولي بوشتة، مولاي الطيب، هادو كامل الحضايا ديالهم. كاين دابا كيقولوا ما كيعملوهمش ولكن ما نعرف كل واحد يعني. ولكن ملي كتعقلتين على راسك دائما كانوا هاد الطقوس دائما هادي. دائما الطقوس اللي كنعرف اللا زكية، وهو ان عندنا واحد المجموعه ديال العائلات هنايا في مدينه طنجه كيعملوا هاد الليلات هادو، وكيمشيو الناس ديال طنجه عندهم. ما كرهتي تقول لي كثار، وما عرفتي واش كاينين الطيفات، واش كاين شنو كيدي وشنو كيعملوا، نبغيو نعرفوا تفاصيل اكثر. لا كاينين، كانوا قبل، يمكن باقيين حتى دابا، كاين الناس الشرفه ديال عبد القادر هما كيحيوا الليله، كاين لا دراتة الرسولي حتى هي كتحلي الليله حتى هي، كاينين الناس اخرين انا ما كنعرفهمش، ولكن هادو زعما الشرفه هما اللي كيعملوا الليله. كيعملوا اول الوقف الشهر هو الاولاني، ملي كيوقف الشهر كيعملوا ليله، كتكون العشيه ماشي الليله، العشيه ديال التبشير، وكيوقفوا يعاودوا كيعملوا الامداح وداك الشيء، وكيعملوا داك الشيء ديال المولوديه نهار الاولي. قبل كانوا دار ضمانه قبل مع المغرب كيخرجوا كساعه يتسكسوا نجدهم الكارد الحمام المدير سيدي حاج عبد السلام، يعني كيوجدوا لك ساعي تسكسو كيوجدوا بزاف كيخرجون داك الموضوع، يعني الناس اللي بغا ياكل كياكل، اللي كيمشي تما كياكل، كيتفرقوا على الديور على الجوامع اللي تما، الناس كلشي كياكل سكسو داك الليله هذيك. تبارك الله، داك السكسو كيخرج بالزغارات وصلت علينا. اييه عنده طقوس ديالو خاصه. المهم باقيين هاد الطقوس، باقيين الناس دابا الليله ديال البارح. لا ما خرجوا لك ساعي البارح ولا ما خرجوش؟ لا ما بقاوش كاينين، اذا هي عماين ما عملوهاش، هما بداو كينقصوا بداو كينقرضوا هاد العادات ديالنا. لان قبل كانت دار ضمانه عمر الطفالي،
عم نخدم فهمتي. والناس كبارين كانوا في الدار. دابا الناس كل شيء مات، بقاو غير الصغارات اللي كيحافظوا على التقاليد وصافي هما اللي بقاو. وكنخافوا هاد التقاليد يمشيو، لان دابا شحال من حاجه نقصت ياك لا زكية، شحال من حاجه ما كانتش شحال هادي، كانوا الناس كاملين كيمشي وكل شيء كيفراح والناس كيتعاونوا ويوجدوا ويجدوا ديك القصاعد سكسو. دابا كنشوف دابا رجعت انا اللي لاحظت على ان شويه رجعت المساله غير فحال تجاريه، لان كنشوفوا فيما كان شي واحد عامل عشيه اليوم نهار المولد ولا شعبانه وكيخلصوا الفلوس واجيو باش تحضروا حتى ديك التقاليد، لان حنا شنو المقصد ديالنا من احياء ذكرى مولد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ على ان نربي ولادنا على انهم يعرفوا الرسول، انهم يعرفوا شكون هو وشنو هي الخصال ديالو، نذكروا والتقاليد ديالنا ونذكروا يعني باش تبقى هاد العادات اللي هي مزيونه، اننا نجمعوا، اننا ناكلوا، اننا نصليوا على النبي، فهذه كنشوفوا من عادت لي هي مزيانه. دابا انا بدات كتنقرض، هي بدات كتنقرض، ولكن لا زكيه ولكن بدات كتنقرض. لا حنا دائما الحمد لله يا تبارك الله عليك، فما كاينش انا قلت لك العمر غنبقاو دائما طنجاوا كاملين كيقولوا لي اذا بغيتي شي واحد يهضر لك على التقاليد ديالنا طنجاوا ساشوف لا زكيه بن علي. هذه حقيقه وهذه شهاده. الله فيك. يعني ديك هذه الفتره من مورا العشاء حتى الفجر شنو كتبقاو كتعملوا؟ الحضره. انا قلت لك الحضره. واش كاينين اهازيج معينه، كاينين اشعار معينه، شنو كيتقال وباقي واش باقي الناس حافظين؟ الشرفه كلهم حافظين، وحنا اللي حنا معاهم كاملين حافظين، كلشي حافظ. اون فوا كتبدا شي مقطع كلشي كيقول تبارك الله. اذا هذه مسائل مزيانه بقات في الدقه، كيفاش غتدرب غتمدح وكيفاش غترفد اليد وكيفاش غتوقف فهمتي. اما الجلابه كيمشيو بها الناس لهنا كانوا شحالو ما كانوش كيهنيو بها، هنا كان الناس كيلبسوا التكشيطه ولا افطمش كيفاش يعنيو. شتي دابا كلشي جاي بالجلاب، كتشوف هذه مساله ماشي في حقيقه ماشي مزيانه. واللباس يعطى الله الخير بحال اللي قلتي كاينين، كلكم مضاد ديالهم عامرين باللباس، والقفاطن عطى الله الخير وكنشريوهم زعما بالثمن ماشي ما تقدرش تحضر بهم العراسات، حضر بهم في هذه المناسبه بحال هذا. ها هذه فكره مزيونه كتقترحها علينا. اها تبارك الله. انا عمري كتكون عندي شي عشيه عمري ما كنمشي بالجلاب، علاش ما نختاروش هذه المناسبات ونلبسوا اللباس ديالنا معوض؟ لا زكيه حنا طنجه عندنا التقاليد ديالنا، ولكن حتى لمنطقه الريف ربما عندهم شي خصوصيه نهار المولود. غادي نتعرفوا مع السيده فاتحه الشيخ، هي فاعله مدنيه بمدينه الحسيمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا فاتحه مخزيز. اقاش مليح؟ الحمد لله. فاتحه انسي وسط مازيخ لان غنغيو نترانا انا غنتوشي وذن اسجني بمازيخ النا ماني الزور هذا المينير، الزور هذا المينير ما ممكن ان سيور المازيغ. بالعكس فتيحه نغنتوش ان سيور المازيغ. فتيحه احمد تفوخ مطول غشي وار روخ نشنين غانغر مروث توش غنسقسي كياريف شو ما قاش متحقق زيد ماسيند نيش حنا يجازي ماسين تي مسن بابا يجازي ماسين. واخا فتيحه يمكن غام فكره يعني السند يوزا نقبر مخيرة تحتفل سر مرود من تقن عاود عيد زعما زقومي دغا كان كيك الصباح نغير نطين سجيرات من تقن من تتن ما يطاحن من السن بندويني بندو يمي تقان مرمي تقن ماني توش التفاصيل قاع من ذكمر. مرحبا او تشما مرحبا زي الاذاعه اينام ني داي اينيد مخلص قني الاذاعه كاب راديو مرحبا دايم فرحب زيم الجنه رشام الله يبارك فيك المشاهدين اللي غادي يتسران ني قدامي دوري غيجن العلاقات تصبحان يعني مي غدني شك يما حنا زير ما زير حنجيري ني زقومي تجي غطا مزيان تعجيباي تقاليد يعني وتجي شي تفوغ بزاف زي مانايا الف دقايق الى الدار وتقغ مانايا تعجيباي تكا. انا نغدي انا نغدي من تقاني نهار المرود قبر نهار المرود غادي يصبح نهار المرود تعاود يما تعاود يما الله يرحمها غادي يرحم ربي حنا الله يرحمهم تعاود انت يا وتما الجيرف الجيرف يدي تصبيح ذا المرود ولا بد الدوشنت ياك الدوشنت الستادنت كنت الحناي اش قلت الحناي حنايا يما الله يرحمك الى غناصي مغاربه كي فقيرين تباقم تؤثث موارد الاسر الوجديه بهذه المناسبات الدينيه
لا يتحنوا يران تمون كي جنت الدال كنت ورا من الدال ما يوقعوا من ساي ديال كي تشا لا ينطل خلبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله حبيبنا رسول الله الأمداح كما شطان زاج هذه تنجب جرام زاج اثنين تقرع رم رعرم قال كي بندو بندو اه رعرم ضروري داش مرار ياه من الحياتين غيتكون جديد يغاق تغانا لكن زماني غون زما اناوي ياكم بوش تني الحياتين الجوارو جوارو تعلق انت سي بندو نيشين رمرح رمرح الناس انك ولا بد انت كيتياس تيري يا خمية رمرح النية نتكي ثمية نتيه قوامان سريرة سكساج تشيف يعني تسن تساقاز رعرم النية تساقارن زير جذارة عمني تسرير تشاي كمر جوارو رمرح رمرح ما تقمث قوانتو ما يتقر رمرح جيف ثموز وش تشدانت زين صافي تشدانت صافي فهم غام قلت ايناه مرمي غا قمت باندو سنايا يوخاسي عدي 12 أطو تكتديد نشي راه هذا مخي ما يتمثلش المثلما العامة إيرا النوم غا تكت قايت عاد قايت شافي سوفان سوفان دنيا وش تجيف مريت قسام وش تجيف ني غير خسام شافي شنو دوني تكتك بوش تقراي قنيت تساينو زير حريق وش تجيف زي كلشي البركة زعما السما زي فهم غام عيوات كانت داك الصباح كنت رمسمان كنت تخنيف نايم من شنيني راه مسمان التخنيف انت كارفيس ارفيس طالطير في سارو خانا يوضا القناة ترفيتا نايم كارفيس ولا بود يزيد يزيد مسلم نايم راه غانا المرور داك سجن يجنينا سبحان الله قرا يما نسيت سازيك تزير سبحان الله العظام زين العظام قرا المرور سبحان الله العظيم ما يغرس ما يخليه راه ميغا يغرس بنادم غارسن يحرين ذاك ندوز والطنطين توزع عند جاسن اي محلو الله يرحماش في النهايه توقع عند سطواها ولا بو در مورود واني مي غاشين من ميسي وضد الطاعه سنين تقاست قطاها فنتقاست كمرابوف نطحو مرابوف نتصدق زين تمون نزيني وذان ويا وذان يرا ذاك سن نيتيش نتوارم ما تيش زيني وذان تمون ند المساكين تيش ناس ناس شن سناي في مغارين ويتفغن شي نتسكايا سن اثو زرين فهمت فهم غا سناي تبن توهار نهار ني كمر الماكلة غيوزان ارفيس يا صغيرة بالديم يغاشين يرا وذان حد المساكين حديرو ريجي شين يعني تقارم يما امشغر تاغياي ماري راه قليل مي غتجي غنسمان حتى تمان تبارك الله تمان باستيلي هنا يما جي الزمان جا باستيلي نينا الملوزه ياك ياك هنا يما نشير نقيت كينوت هنا يما نشبح جوز ياك جوز نشبح ولا بد نتخمر كيلو نيني قنايان نحر تبزل تكوري نين تزيد كوري تلقى شويه فني سبحان الله غير انت كفو الزا ودا غيتفرورو ودا غيتك يتفرد دباح كاين لكن تفرد كينو تنقع فني راه نمون ني جد ميرا غصاب على الطمغارين تيشريكين كلشي مون انت فطر حتى فرفر السكتة تبارك الله شكرا جزيلا نيشم فتح النغ شكرا خل المعلومات إذا ذو شيذ فتح الشيخ كانت معنا من مدينة الحسيمة غادي نقول شنو تقال جا في المدخلة ديالها قالت على أنه كتبدا الليلة تقريبا في حال مختلف المدن المغربية يعني كتكون الصلاة على النبي مع الفجر كيبداو يزغرتو كيهزو كيعملو بندو هو واحد العلام كيكون التوب بيض سبنية الحياة بيضة كتعلق وكيعملو معها واحد كميمسة الملح وديك الملح خصها 12 النهار نحيدوها وقالت على ان ديك السبنيه ديال حياتي كيشدوا بها راسهم كتقول لي يماها باش غادي فيها الدواء يعني كتعالج بها وكتشبر ديك باندو كتضرب بها كتضربها في راسها وفي ذاتها كانه واحد الفال طيب على انها غادي تشافى من الامراض وقالت كيعملوا الدشيشه وكيعملوا الدجاج بلدي وكيعملوا حتى الرفيسه اللي قالت دابا وقالت من زمان كانوا كيعملوا الحلوى ديال اللوز ملوزه كانوا كيضربوها في فحال كيطحنوا اللوز في المهراز وكيعملوها في كيتسمى الفران البلدي
وقالت على ان الناس كانوا مجموعين وكيطيبوا كانوا كيعملوا حتى الذبيحه كيدبحوا يا اما الحولي او لا التور او لا شنو ما كان وكيوزعوه على الناس وكيتم التوزيع على الفقراء. وكانت قاعده على انهم ملي كيكونوا عندهم العيال واجدين للطهاره كيديهم عند شي سيد وكيديهم تما وكيعملوا لهم عمليه الختان. باختصار هذا الشيء اللي جاء في المداخله ديال السيده فتيحه الشيخ فاعله مدنيه بمدينه الحسيمه. يا فيها النور يطرق باسم محمد العزيز والمذكور وميرور يماس جنة في جاب الصحو يبطط يا قيد دين درق حنظر الصجوع الفاحة سرطة موت الناس خيغة يوغو الفاحة سزي زويت الناس سقر فضو اي فاحة السحنة يا ياخو دير شعو افاق ناس يغسرن وما نعرف حو اي خرق محمد عليه السلام. هذه من الأهازيج اللي كتقال بمناسبة مولد خير البرية. لالا زكية اش ظهر لك؟ أنا حاولت نختصر ونقول في الريف كيفاش كيتم الاحتفال بالمولد النبوي، شنو الأمور اللي كتشوفها كتشابه مع مدينة طنجة وشنو الأمور اللي هي مختلفة؟ مثلا هذا العلم اللي قالوا احنا ما كنعملوهش هنا في طنجة ما كيتعملش. لا كنعملوه. كنعملوه ياك؟ ضمن ما أنا كنعملوه اللي كتجي الوقفة باش احنا كنسميوه بندو، ما عرفتي هنا شنو كيتسمى العلم. العلم ملي كنقرر باش نعملو التبشير في الفجر عندهم يجيبوا العلام خضار في البيئة. خضار هما هي قالت في البيت كل واحد وكيفاش خضار كيوقف هيدا كتوقف به شي بنت شي طفلة ولا شي حاجة كتوقف به وحنا كنبشرو. ولكن ما عنده حتى شي بحال اللي قالوه ما كاين حتى شي رمزية. لا, لا, لا هي قالت لا على ان زعما يماها كتبقى كتضربها به بحال تيمنا على ان فيه شي علاج ولا فيه شي دواء. سبحان الله العظيم.